السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن، وأن يوفقنا إلى أعمال البر والتقوى التي يحبها ويرضاها. أيها الأحباب الكرام، سنجيب عن الأسئلة التي تروج بين المصلين والصائمين والقائمين. سؤال يطرح: ما هو الفرق بين صيام أهل الإسلام وصيام غيره من أهل الأديان؟ الجواب هو في قول الله عز وجل بعد بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. كما كتب على الذين من قبلكم، من هم هؤلاء الذين من قبلنا؟ هم كل الأمم، تاريخ البشرية كله كان يصوم، جميع الديانات وجميع الثقافات والحضارات كل كان يصوم. الصيام شريعة ربانية خالدة. طبعا في الديانات عندنا نوعين من الديانات، هناك الملل وهناك النحل. أما الملل فلها أصل سماوي من السماء، والنحل لها أصل أرضي، هي عبارة عن فلسفات روحية أو فلسفات عقلية. الفلسفات العقلية كما هي عند الإغريق وعند اليونان في مفكرين بالعقل، والفلسفات الروحية كما هي عند الهند والصين وغيرهم في تفكير بالروح بالقلب. وكل هذه مجرد اجتهادات بشرية تسمى النحل، لا أصل لها. عندهم صيام كثير، صيام الهنود وصيام المصريين القدماء وصيام الفراعنة وصيام الفينيقيين والوندال، كل التاريخ له صيام. لكن ما يهمنا هو صيام أهل الأديان. فالنحل هي هذه، والملل هي ثلاثة على الأرجح، هي اليهودية والنصرانية والإسلام. فربنا لما قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، يعني كل الديانات كانوا يصومون. اليهود مثلا عندهم صيامات متعددة، أولها يسمى الصيام الأربعيني، وهو صيام نبي الله موسى عليه السلام حينما كان في مع ميثاق مع الله عز وجل 40 يوما لميقاتنا، فبقي 40 يوما في خلوة وكان صائما. فالصالحون من اليهود يصومون هذه 40 يوما متصلة. طبعا هي ليست فرضا عندهم، وإنما يتقرب إلى الله، لأن سيدنا موسى صام 40 يوما لميقاتنا حتى يستعد لاستقبال صوت الله، لأن الله سيكلمه تكليما ويلقي إليه بالألواح. فالصالحون من اليهود يصومون 40 يوما متصلة، ليس فرضا على الجميع، فقط أولياؤهم الربانيون الكبار. وعندهم أيضا صيام الاثنين والخميس عند اليهود. صيام الخميس والاثنين لماذا؟ قالوا بأن سيدنا موسى صعد إلى جبل سيناء في يوم الخميس ونزل منه يوم الاثنين، ومن ثم يصومون الاثنين والخميس. وعندهم أيضا صيام آخر يسمى بصيام عيد كيبور. صيام كيبور هو يكون من المساء إلى المساء، ولا زال عندهم إلى اليوم يصومه اليهود، ليس فيه من شروق الشمس إلى غروبها،
ولا من غروب الشمس إلى شروقها، وإنما على مدار 24 ساعة، قد يصل إلى 25 ساعة. فصيام عيد كيبور يقصدونه بأنه ذلك اليوم الذي أنجى فيه الله تعالى موسى من كيد فرعون، وهو الذي لما هاجر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة التقى مع جماعات اليهود، يهود بني قينقاع، يهود بني قريدة، يهود بني النضير، يهود خيبر، التقى معهم وجدهم صائمين. قال لهم: لما أنتم صائمون؟ قالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من كيد فرعون. فقال: نحن أحق بكم من موسى. فصامه صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. يوم عاشوراء يوافق عندهم عيد كيبور وغيرها من الصيامات. وعندهم ما يسمى بالصيام الفردي. الإنسان إذا وقع في إثم أو خطيئة وشعر بالندم يصوم لله ليكفر عنه. وعندهم ما يسمى بالصيام الجماعي، يتفق الجماعة إذا وقع لهم مكروه، إذا قبيلة أو إقليم أو مدينة، ماذا يصومون صياما جماعيا؟ إذا مثلا كانت هناك المحاصيل الزراعية ضعيفة، أو هجم عليهم الجراد، أو كانت هناك حروب وهزائم، يصومون جميعا. فصيام اليهود كثير ومتعدد، وهو أكثر من صيام المسلمين لأن في أيام كثيرة. وصيامهم هذا قد يكون من المساء إلى المساء، شاق على النفس. ثم إن صيامهم هذا يكون مرتبطا بأن الإنسان ينام على الحصى، وينام في وضعية فيها تعذيب للنفس لأنها نوع من المشقة. هذا كان عند اليهود. أما النصارى فالذي يقرأ التوراة الإنجيل ما يسمى بالعهد الجديد لا يجد هناك الصيامات عند النصارى كثيرة، بل سيدنا المسيح كان يقول: صوموا صوموا وأنتم في الخفاء لا يعلم أحد أنكم صائمين. لماذا؟ لأن سيدنا المسيح لما ظهر كان اليهود يصومون كثيرا قبله، وكان صيامهم هذا فيه نوع من الرياء ونوع من السمعة. فندب عيسى بن مريم عليه السلام أن يكون الصيام خفيا لا أحد يعلمه. وعندهم ما يسمى بالصيام الصمت، كما جاء على لسان مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وسيدنا زكريا أيضا كان لا يكلم الناس إلا رمزا، عندهم صيام الصمت لأن اللسان كان كثيرا ما يدخل في الغيبة والنميمة والقيل والقال. قد يصوم الإنسان عن أشياء كثيرة لكن لسانه يبقى طليقا. فعند اليهود وعند النصارى عندهم صيام اللسان، صيام الصمت، يبقى على مدار 24 ساعة لا يكاد يتكلم إلا رمزا. والنصارى عندهم صيامات مختلفة، منها صيام الأم مريم، وهذا عندهم 50 يوما متصلة، يكون من بداية نوفمبر إلى بداية أواخر نوفمبر إلى بداية يناير، 50 يوما متصلة، شاق على النفس. وعندهم صيام آخر 40، صيامات متعددة. وأشهر صيامهم صيام 3 أيام متواصلة، لا طعام ولا شراب، وهو ما يسمى بصيام يونس ابن متى في نينوى. لما سيدنا يونس عليه السلام سوف يلتقمه الحوت ويهوي به في أعماق البحر، ويقال بأنه لبت في بطن الحوت 3 أيام لا طعام ولا شراب، كان فقط يسبح: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. فالنصارى الملتزمون عندهم صيام 3 أيام بالجوع والعطش، لا طعام ولا شراب ولا أي شيء، ويقضونه كله في الذكر وفي الابتهال وفي التمجيد لله وفي الانكسار بين يديه. وذكرهم هو الوارد عن سيدنا يونس: لا إله إلا أنت، سبحانك، إني كنت من الظالمين. خصوصا إذا العبد وقع في إثم أو خطية كبيرة لا كفارة لها إلا ذلك. لكن صيام النصارى عندهم بعض الأشياء غريبة، أن صيامهم يكون من منتصف الليل إلى منتصف النهار، اليهود من المساء إلى المساء، يعني أكثر من 24 ساعة. يعني المساء الأول
قبله بربع ساعة، المساء الثاني بعده بربع ساعة، يعني المجموع 24 ساعة ونصف صيام اليهود. النصارى لا، صيامهم يكون من منتصف النهار إلى منتصف الليل، أو من منتصف الليل إلى منتصف النهار. وعندهم بأن العلاقة الزوجية مباحة، علاقة الزوجية مباحة، أنه صائم ممكن أن يعاشر زوجته ويقبلها ويغازلها ويضاجعها، فأمر مباح عندهم. هذا صيام النصارى واليهود. وربنا قال بأن هذا الصيام الذي شرعه على المسلمين هو صيام لكل الأمم، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات. سؤال آخر يطرحه بعض الأحبة، ما هو أو ما هي خصائص صيام سلفنا الصالح؟ السلف الصالح لما يصومون هل عندهم ميزات، هل عندهم خصائص في صيامهم؟ سلفنا الصالح من هذه الأمة الإسلامية كانوا أول شيء يفرحون بصيام رمضان، فإذا أقبل رمضان قالوا مرحبا بمطهرنا من الذنوب. كل الناس عوامهم يكفون عن شهوة البطن والفرج جسديا. أما الصيام الخاصة فهؤلاء بالإضافة إلى أنهم يكفون البطن والفرج عن الشهوات، يكفون أيضا الجوارح، يكفون سمعهم عن سماع الكلام الفاحش، ويكفون أعينهم عن رؤية الأمور التي تخدش الحياة، ويكفون ألسنتهم عن قول الغيبة والنميمة، ويكفون أيديهم وأرجلهم عن الآتام، يكفون كل جوارحهم. لماذا؟ لأنهم يعلمون بأن الذي يصوم وقد يكون فيه الرفث هو مقدمة الجماع، هو الغزل أو النضرة، أو يكون فيه شيء من الخطايا، صيامه ناقص جدا. قال صلى الله عليه وسلم إنما الصوم جنة، فإذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله فليقل إني صائم. فالصيام الخاصة أنه حتى ولو وضع في اختبار أو في عراك مع الناس فإنه يقول إني صائم، لا يقولها بضجر، يقولها بخشوع وتذلل وتضرع بين يدي الله. فهو قد يقع في تجارته، في أعماله، في الشارع العام تقع له مداوشات، لكنه يبقى صائما. الصائم صائم، جوارحه كلها صائمة، لا يقول كلاما فاحش ولا يقلق ولا يتجر. أما الذي يكون ربما بسرعة أنه يقلق وعينه تزيغ ولسانه ينطلق بالكلام الفاحش، فهذا قال عنه صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. أما صيام خاصة الخاصة هو صيام الأولياء المقربين. صيام الأولياء المقربين هم الذين يكفون عن شهوة البطن والفرج أولا، ثم يزيدون عليها أنهم يكفون شهوة الجوارح من سمع وبصر ولسان ويد وغيرها، ثم فوق هذا يكفون العقل والفكر والقلب والنفس، يعني حتى الصيام صيامهم شامل، صيام قلوبهم وصيام أفكارهم. فالقلب خال إلا من ذكر الله، والعقل والفكر لا يتأمل إلا في جلال الله، لا يدخل في كلام الناس، في القيل والقال، حتى ولو كان فيه بعض المنافع والمصالح فإنه يركز كل اهتماماته وأفكاره على جلال الله وكمال الله، ولا يكاد يهتم بشيء من الدنيا، كل شيء في الآخرة، حتى إذا كان هناك شيء من الدنيا، إذا كان هو زاد الآخرة، ما يأخذ من الدنيا أن يكون زادا للآخرة، يأكل ويشرب بما يقيم أوده، يتعلم، يفعل خير كثير، حتى ولو اهتم بالدنيا، إذا كانت هذه الدنيا تقودني للآخرة فأنا أعمل بها، إذا كانت هذه الدنيا فقط تنفعني فقط في الدنيا دون الآخرة لا يكاد يهتم بها. صيام خاصة الخاصة هو صيام الأولياء المقربين، وهم الذين فهموا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشرح القرآن ويفسره، قال إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الصوم أمانة فليحفظ أحدكم أمانته،
الصيام أمانة، احفظ أمانتك. فكان أولياء الله الصالحين عندهم صيام خاص، صيام كامل، صيام شامل، شمل البطن والفرج والجوارح من سمع وبصر ولسان ويد ورجل، وشمل كذلك العقل والفكر والنفس والقلب، فلا شيء في الوجود سوى الله، يرون تجليات الله وكمال الله، يتغدون بذكر الله، كل حياتهم بالنهار قوت، يتقوتون بمدى بتلاوة القرآن، بالتسبيح والتكبير والتهليل. فهؤلاء هم أولياء الله الذين قال فيهم: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. وقال: من فعل هذا الأمر؟ كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ورجله التي يمشي بها، ويده التي يبطش بها. ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيدنه. دعوته مستجابة، هذا ولي من أولياء الله الصالحين. اللهم يا ربي اجعل صيامنا كصيام خاصة خاصة، صيام المقربين إليك، صيام أولياء الله الصالحين. اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.